الحمد لله موسم حافل وبتوفيق رب العالمين ربحنا كأس العالم للسنة الثانية على التوالي ونقول كأس العالم سعودي وبتوفيق رب العالمين. وبهذه المناسبة السعيدة أهدي الفوز إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي والشعب السعودي، وأشكر الصراحة فريق أدى أداء كويس والشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمه في هذا الموسم والدعم المميز، وإن شاء الله السنة الجاية نشارك وتكون الصراحة بطولة مميزة مرة أخرى.